بجنازة عسكرية وشعبية. شيع الجماهير شعبنا في محافظة نابلس جثمان الشهيد ليث حناني 20 عاما بموكب انطلق من مشفى جامعة النجاح باتجاه مسقط رأسه في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس. الجميع يحبه الحمد لله رب العالمين، كل الناس بتحبه ليث مايله يعني بالمشاكل الحمد لله رب العالمين. ليث كل شيء في حياتنا، ليث حنون حنون يعني بدون ليث الدار ما احنا ما بدون ليث يعني مش عارف شو اوصف. احن واحد في الدار والله مش عارف كيف نصرنا بدون اكثر من اخوه صاحب حنون حنون على الاخر. الله يرحمه الله يرحمه. وهنا كان اللقاء الأخير بين الشهيد ليث ووالدته في منزل العائلة الذي سيغادره إلى الأبد، حيث الأم المكلومة التي نعت نجلها بكل ثبات وصبر. إحنا في ضل وطن، كلنا في ضل وطن، أولادي إخوتي كلنا في ضل وطن. إحنا مش أحسن من تعين غزية خالتي الحمد لله. اسأل كل أهل بلدنا عنه واسألهم كل شو ليث، وهم بيقولوا لك طيبته وحنيته وكداهو على الناس وبس الحمد لله. الله يرضى عليه يما، الله يرضى عليه وحن عليه. وفي بلدته بيت فوريك جاب موكب التشييع شوارع البلدة بمشاركة المئات من أبنائها الذين حملوا الجثمان على أكفهم. وقد ارتقى الشهيد ليث حناني متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها في 6 من الشهر الحالي، حيث أصيب برصاصة في منطقة القدم. عجزت عن الوصف فالمصاب جلل، فقد حمل الشهيد ليث رسائل من أمهات الشهداء بالسلام على من سبقوه منهم. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، من بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.